كلام مهم جدا، الربط بين السمنة وبين معدلات الإصابة بأمراض خطيرة وربما لا قدر الله أيضا فقد الحياة. لكن لازم تفهموا حاجة، إن التعامل مع السمنة المفرطة مش تعامل شخص واحد في المنظومة العلاجية، ده فريق طبي متكامل. والكلمة دي ما تاخدوهاش على محمل من البساطة وتقولوا ده كلام دكاترة بتقوله عشان تبين مدى جهدها، لا، ده واقع، واقع أنت لازم تتتبعه. أنت كمريض سمنة مفرطة، المنظومة اللي قدامك قياسها بالنسبة لك هل هي فريق طبي متكامل ولا حوار ذا فردية مطلقة؟ مخيف قوي الحوار ذو الفردية. ليه فريق طبي متكامل؟ لأن احنا هنفهم النهاردة مين هذا الفريق الطبي المتكامل، الفريق المتكون من ايه، ولازم كله يكون على نفس القدرة والمهارة، لازم يكون زي ما بيقولوا كلاس ايه في كل حاجة، الجراح، فريق التخدير، التغذية، الدعم، المستشفى، التمريض. دي قصة كبيرة النهاردة هنفهمها بالتفصيل في كلمة بتاخدوها على معنى بسيط جدا ولكن واقعها الحقيقي أكبر مما تتخيله. عنوانها فريق طبي متكامل. ضيف اليوم هو واحد من نجوم هذا المجال، الاسم القدير الذي قدم الكثير من الأهمية لثقافة جراحات السمنة، وقدم الكثير من التفاصيل الهامة جدا بأسلوب بارع جدا، وأيضا أكيد عمل مهني تقني على أرقى مستوى. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين. وأنت اللي بتعمل عملية؟ آه طبعاً أنا اللي بعمل عملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش أن أنا أقول أن أنا هعمل العملية وبعد كده أسيبها للمساعدين يعملوا العملية. أنت جاي الجراح وقررت أن أنت تعمل عملية، إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك أن حد تاني اللي هيعملها؟ فأنا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ إيد واحدة هي اللي بتقص، إيد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، إيد واحدة هي اللي بتفتح، إيد واحدة هي اللي بتقفل الجروح. وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده أقدر أقيمه، لأن أنا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي أبواب كتيرة ورا بعض. تمام. إيه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات، وهل العيان يصلح أنه يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الثقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام، كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. العب تكميم معدة؟ اشمعنى انت بتعمل تكميم معدة؟ ما في 1000 واحد بيعمل تكميم معدة، في 1000 واحد بيعمل تحويل مسار، وفي 1000 واحد بيعمل تحويل مسار كلاسيكي، انت ما بتختارش واحد من الألف. طب اما تيجي تختار، تختار مين؟ انت عايز واحد عمل 1000، 2، 3، 4، 5000، 10000 حالة، مش دكتور بيعمل تكميم، لا، دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، ومش دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، فريق طبي متكامل عملوا أكتر من 10000 حالة. العيان هو أحسن مثال لنتيجة الدكتور اللي بيعبر عن قدرته في التعامل مع العملية. دكتور، تخدير، رعاية، تغذية، متابعة، هو ده الفريق المتكامل اللي تقدر بيه تبقى مطمن. استنى بس، هنقول إيه؟ دكتور وليد إبراهيم، المانشيت. إذن هذا هو المانشيت، لكن اسمحوا لي قبل أن نذهب للمانشيت الرئيسي في حوارنا اليوم أن أرحب بضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، استشاري جراحات السمنة والمناظير، وأستاذ جراحة السمنة من كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو. منور، سعادة كبيرة عندنا أن أنت النهاردة موجود معنا. لكن
خلينا أقول لك إنه المانشيت الذي يفرض نفسه بقوة هو أن جراحة السمنة ليست لعبة فردية. خلينا أقولها بطريقة تانية، ولكنها منظومة جماعية. مع عذرا طبعا إن نقول كلمة لعبة، لأن جراحة السمنة أعظم من إنها تقال عليها لعبة، دي حاجة تتعلق بالحياة. لكن عشان نلخص المسألة في دماغ الناس ما بين فردية وجماعية، دايما كلمة فردية بتعني شخص. هي منظومة. منظومة. منظومة فيها أطراف كتيرة قوي، لأن هدف المنظومة مش مجرد إن إحنا بنعمل عملية وبنقص. برانش جراحة السمنة مختلف عن الفروع التانية في الجراحة. يعني على سبيل المثال في الأورام مثلا، تقريبا كل العيانين مختلف الستيجنج، اللي هو مراحل تطور السرطان بطريقة مختلفة، فكل واحد بيترسم له خريطة معينة. إنما احنا بنتكلم في ناس عندها زيادة في الوزن، ده رقم واحد، وبالتالي هو مش مريض. يعني هو عيان السمنة، هو جاي على رجليه وجاي يعمل عملية. فلو أنا حطيت نفسي مكانه، طب أنا ماشي على رجلي، وزني 130-120 كيلو أو حتى 100 كيلو مضايقني، بس أنا ماشي على رجلي وما عنديش مرض، فأنا عايز أعمل عملية، وهخش أعمل عملية بالمنظار واتيفر هي تكميم أو تحويل، بس سوري لا أتقبل حدوث أي أعراض جانبية. لأنه في كثير من الأحيان جاي بجملة أنا ما بشتكيش من حاجة، أنا ما عنديش حاجة، حتى لو عنده حاجات كقنبلة موقوتة كأعراض جانبية لزيادة الوزن، السكر وضغط، هيقول لك ده أمر الله، أنا عندي سكر وضغط نتيجة لزيادة الوزن، أو ده قضاء ربنا وأنا عندي سكر وضغط. وبالتالي أنا يعني لو حصل لي أعراض جانبية، ليه يحصل لي أعراض جانبية؟ أنا إيه اللي دخلني أصلاً إن أنا أعمل عملية؟ بمنتهى البساطة، وهو لا قدر الله لما بتحصل أعراض جانبية يقول لك أنا طب أنا ليه؟ وأنا يا ريتني ما كنت عملت العملية. فالكير لمريض السمنة مختلف، زي مريض التجميل لا يتقبل إن يحصل فيه أعراض جانبية. نفس الأسبكت. بس على الرغم إن دي جراحات خاضعة لمنظومة طبية، ودي جراحات تجميل او جراحات السمنه، هي جراحات في الاول والاخر، هو طب. احنا ممكن ناخد حقنه يحصل لنا، يعني لسه من 10 دقائق مريضه عامله من شهرين خدت قرص سيليبريكس اللي هو زي الاسبرين، فحصل لها ماركت انافلاكسيس، حساسيه وبدات نقط حمراء تظهر. أي حد ممكن يحصل له كده، وأي حد ممكن لا قدر الله يخش أوضة العمليات ويحصل مشكلة نتيجة الحقنة. هو في الأول والآخر طب، بس ده بيخلينا نوصل لمستوى أعلى من التفكير، اللي هو إن احنا نجهز المنظومة على أعلى مستوى. لو كان في نسبة حدوث أعراض جانبية في الجراحات ولتكن 1-2% وده على مستوى العالم، لا احنا بنحاول نخلي السيستم ان احنا نوصل لنسبة نجاح 99.9%، عشان كذا سبب. اول حاجة يبقى احنا عملنا كل الوسائل قصاد ربنا ان احنا ما سيبناش اي حاجة. الكلام ده احنا بنقول احنا نقصد بيه مجتمع جراحات السمنة كله، مجتمع جراح بنحاول دايما ان نوصل ان يبقى العيان في اعلى صور من صور الامان. يس. لان انا يهمني السيفتي، امان المريض هو اللي بالنسبه لي اهم حاجه. لما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على النزول، احنا ما بنعملش عمليه لمجرد ان احنا ننزل في الوزن، لا، بنعمل عمليه عشان ننزل في الوزن وتبقى صحتنا كويسه ونعيش حياه طبيعيه. نفس الكلام، احنا بنعمل عمليه فلازم نبقى على اعلى مستوى من مستويات الامان. محمد صلاح بيجيب جول لوحده؟ مستحيل. واي لعيب في كرة القدم عمره ما يعرف يجيب جول لوحده. يمكن احنا لما بدأنا جراحات السمنة من 10 سنين وبدأنا نتكلم وبدأنا نوعي الناس، احنا كنا بنحاول نجيب جول لوحدينا، بس في خلال الفترة دي كلها عشان نوصل لمستوى محترم من الرعاية الطبية
كان لازم يبقى فيه منظومة. المنظومة دي العيان ممكن يبص لها على انها نوع من انواع الماركتنج او نوع من انواع الدعايه، لا. المنظومه دي ان احنا مثلا واحنا جوه اوضه العمليات في منظومه، ان انا معايا مساعد ومعايا المساعد اللي ماسك الكاميرا ومساعد تاني معايا وانا واقف في النص والمريض موجود، دي نفسها منظومه. دي فرقه لوحدها، دي فرقه اللي هو بنعمل العملية عشان نوصل ان احنا تتعمل في 25 دقيقة. وعمل الزمن دايما على فكرة مش هو المعيار في اي عملية جراحية، ان انا بعملها 25 دقيقة معناه ان انا شاطر، لا. انا يهمني في الاول والاخر الامان، سيفتي، بس عاملها 25 دقيقة وسيف خلاص اوكي. فعشان نوصل للمنظومة ان انا اعمل العملية سيف وان انا اعملها في 25 دقيقة وان العيان اول ما يخش على تربيزة العمليات فيتخدر ويبقى امان واقدر انا انفخ البطن بالغاز وادخل المنظار وابدا اشتغل وابدا اسلك وابدا اخد الدبسات وادبس وبعد كده اعمل اختبار التسريب واخلص القصه دي 25 او 30 دقيقه بصوره سيف، وان العيان يخلص العمليه ويطلع بامان ويفوق يخش الافاقه ويطلع فوق، فناس تبقى فاهمه تبص عليه كتمريض او مساعدين، ويبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ملاحظة ناتجة من خبرات سابقة، وبعد كده يبقى تحت المنظار لمدة شهر عن طريق التواصل وعن طريق التليفونات وعن طريق الزيارات للعيادة، تجنبا لحدوث أعراض جانبية قد تحدث نتيجة لأي عملية في خلال الأسبوعين الأولانيين. كل دي هي دي المنظومة اللي بتستمر بعد شهر من العملية مع دكتور التغذية. وهل هو هيبقى في الناس العادية اللي هم 95% اللي بينزلوا بصورة طبيعية وبيأكلوا وبيتحركوا زي الفل، ولا هل هو من 5% اللي بيبقى عندهم صعوبة في النزول نتيجة لمشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلة في فيتامين دي أو مشكلة في الحركة أو مشكلة في قلة السوائل لغاية لما يوصل للوزن اللي هو عايزه؟ ما هي دي مسؤولية من أول دخول العيان أوضة العمليات لغاية لما يخس بعد سنة أو سنة ونص. لا يمكن فرد يقدر يعمل القصة دي كلها من A to Z. لازم يبقى فيه منظومة حواليه. المنظومة دي مش مجرد أشخاص بيقوموا بوظيفة، ده ناس محترفة اتعلمت الكلام ده وكل في مكانه عشان نوصل لأعلى درجة من الأمان. السؤال اللي أنا دايما أتردد في إن أنا أسأله لك أو أسأله عموما، يعني هو سؤال إعلامي بس سؤال علمي واقعي، كيف يمكن اختيار المنظومة التي تجري جراحة السمنة؟ السؤال ده سؤال صعب ولا سهل؟ يمكن أنا جاوبت عليها وجاوبت عليها العيانين لما بيجوا يسألونا. المريض هو الإعلان الحقيقي لأي طبيب. عمر المريض ما بيكذب ابدا، هو اللي بيقول انا اتعاملت بالطريقه الفلانيه وعملت كذا ولقيت كذا ولما احتجت الدكتور في الوقت الفلاني لقيته. وعلى فكره لو انا هعمل عمليه وانا من وسط الجماهير وهختار المرضى اللي عملوا وهختار المرضى من وسط المرضى دول اللي حصل لهم مشاكل نتيجة للعملية، ومنهم أقدر أخد استبيان حقيقي للدكتور، لأن الخبرة الحقيقية ما بتظهرش بس إن أنت بتعمل عملية. الخبرة الحقيقية لأي جراح في أي فرع من فروع الطب بتظهر مع تعاملك مع الأعراض الجانبية للعملية، وده بيبقى ناتج من الخبرات اللي أنت خدتها. أنت عملت عملية غير ما عملت 1000، غير ما عملت 5000، غير ما عملت 10000. انت بتقابل، يعني في الكتب بيقولك الأعراض الجانبية دي موجودة بس بنسبة 1 للـ1000. انت ممكن تعمل 1000 وما تقابلش العرض الجانبي ده، وممكن تعمل 1 وتقابل العرض الجانبي، بس نسبة ان انت تقابله لازم تبقى معدي عدد كبير. ممكن ما تقابلش العرض الجانبي ده اللي ممكن يحصل في 1 في الـ1000 إلا لما تعمل 5000،
وساعتها هتقدر تتعامل معاه. فالعيان اللي بعده يحصل له العرض ده هتبدأ يبقى فيه تعامل طبي سليم. هي دي المنظومة اللي هي منظومة متكاملة محترفة عشان توصل لأعلى معدلات الأمان. على فكرة جزء من المنظومة في وقت من الأوقات بيكون المريض نفسه، لأنه بعد العملية هو نفسه بقى خلاص معانا في المنظومة جوه الترس. ترس مهم ولازم يشتغل بنجاح. هسمعك، احنا خلاص عودنا ان احنا نسمع العيانين. وانت قلت جملة مهمة جدا، أصدق من ينقل التجربة المريض التي هو المريض نفسه. فعشان كده بنسمعهم دلوقتي كتير، وبنسمعهم في حالة هدوء، يعني مش في حالة توتر خالص، بعد ممكن شهور من العملية. فبنسمعه وهو مر بكل الأحاسيس، في أوقات معينة بإحساس النجاح، في أوقات معينة تانية بإحساس إنه ممكن يكون هيفشل، في إحساس إن بعد كده إن أنا لا ده أنا نجحت قوي كمان. تعالوا نسمع المريض قوي المرة دي. اسمي أسامة حسين، بعمل عملية تكميم مع أستاذ دكتور وليد إبراهيم. أنا أصلاً بعمل العملية مش عشان وزن أكتر منها، عشان السكر عندي عالي، ولكن لما قعدت مع الدكتور وليد إبراهيم قال لي إن وزنك لما هينزل هيخلي مستقبلات الأنسولين هتبقى أعلى، والأكل هيقل، نشاطك هيزيد، وقدر بشخصيته ان هو يقنعني ان انا ادخل في مسألة التكميم، وعشمي في ربنا سبحانه وتعالى ان انا اقدر انقل لكم تجربتي كلها. اسمي أسامة حسين، 57 سنة، عملت العملية من سنة وخمسة أشهر تكميم معدة. أنا وزني كان 101.5 ونزل 81. بمارس حياتي طبعا بشكل مختلف، لكن أنا برضو الوجه اللي دكتور وليد من الناس الممتازة والمحترمة، ودكتور شاطر ومجتهد، ما عنديش أي مشاكل لا في معدتي ولا في صحتي، ولا أقدر أقوله الحمد لله، هي نعمة. توصيف المريض بأنها نعمة نخس ده شيء مهم قوي. ما هو كان عنده مشكلة السكر. وفي برضو حاجة شائعة، إن الناس اللي عندها سكر مع زيادة في الوزن، وحتى لو كانت يعني طفيفة 20-25 كيلو، فهو تحويل المسار هو الحل الأمثل، اللي هو هيجيب من الآخر، اللي هو هيقضي على السكر وفي نفس الوقت هينزل الوزن. وكل الدراسات اللي اتعملت في خلال 5 سنين اللي فاتوا لقوا إن تكميم المعدة تأثيره على السكر من النوع الثاني يكاد يشابه عملية تحويل المسار بالظبط، طبعا مع مميزات تكميم المعدة اللي هي فيتامينز من 8 اشهر ل 12 شهر، مالتي فيتامين وانس دايلي، مرة واحدة في اليوم، فما فيش نقص في الفيتامينز. دي الصورة اللي هي كل الناس عارفاها تقريبا عن تكميم المعدة. وان احنا ما بنقولش ان احنا نقص 85 او 90 زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا بنشيل اكبر جزء ممكن من المعدة ممكن يتشال، خاصة الجزء اللي فوق اللي فيه هرمون الجوع، وبنسيب اقل جزء يقوم بوظيفة المعدة، الا وهي ريزرفوار، بيبقى في شكل انبوبة، اللي هي ياخد كمية اكل او فوليوم لا يتعدى من 80 ل 120 سي سي فوليوم. الأجزاء اللي بتتشال هي الأجزاء القابلة للتمدد. وده بيوصلنا لسؤال ناس كتير قوي بتسأله بعد ما تكميم المعدة بقى منتشر على مستوى مصر والوطن العربي، إن العملية بدأت سمعتها إلى حد ما تسوء، لأن في بدأت ناس ترجع في الوزن. الرجوع في الوزن بعد عمليات تكميم المعدة بيبقى راجع لحاجتين. الأول بيبقى، فاكر الحلقة اللي فاتت كنا قلنا تو فاكتورز، هخس قد إيه، فعامل الفاكتورز الأولاني على الجراح والفاكتور الثاني على العيان، وهو فعلا برضو لو قسمناها لقاها تو فاكتور. سبب زيادة الوزن بعد تكميم المعدة، الفاكتور الأول أو العامل الأول على الجراح، إن القصة ما كانتش مظبوطة. طب إزاي ما كانتش مظبوطة؟ إنه ساب جزء قابل للتمدد. طب أنهي جزء قابل للتمدد؟ حتتين، الجزء اللي فوق اللي في قبة المعدة هو قابل للتمدد، والجزء اللي تحت اللي هو الأنترم ده قابل للتمدد. فلو الجزئين دول اتشالوا أكرت بالظبط وما تسبش حتت فيهم زيادة،
يبقى نسبة حدوث زيادة في الوزن نتيجة لتمدد المعدة ضئيل جدا. طب العامل الثاني لزيادة الوزن بعد عمليات تكميم المعدة؟ عامل المريض، السعرات الحرارية. هو لو معدتنا قد الاستوديو وحولناها قد المج ده، هل لو حطيت فيها بروتين زي ما هملاها شوكولاتة كسعرات حرارية؟ لا طبعا، مستحيل. فالسعرات الحرارية اليومية المتتالية اللي هم السويت إيتر والحاجات اللي فيها سعرات حرارية اللي هو طلقيط بقى، يقعد يلقط شوكولاتاية محشية. المحشي ده كويس كرز كربوهيدرات كويس. لا، مكسرات. سوداني، مشروبات غازية، لب، فشار كتير. هو بيعتقد ان هو ما بياكلش. سبب من اسباب الثبات وسبب من اسباب الزياده. في عامل ثالث، نوعيه الانسجه، وده اللي احنا يعني ده اللي اثبتته الدراسات وده اللي احنا شفناه على ارض الواقع. الادلت اللي اقل من 20 سنه، نوعيه الانسجه، انسجه المعده فيها الاستيك فايبر، فيها الاستسي اعلى، يس، مرونة. وبالتالي فيها مرونه عاليه جدا، فمهما اتقصت بيبقى عندها قابليه ان يحصل فيها تمدد اعلى من كلما زدنا في السن. معنى كده ان احنا قابليه التمدد في العشرينات اعلى من الثلاثينات، اعلى من الاربعينات، اعلى من الخمسينات. كل ما عمرنا تقدم كل ما قابلية تمدد المعدة بالنسبة لنا قلت، فكل ما كان نجاح العملية أعلى. ده عامل قدام عامل الحرق اللي بيقل، يعني انت عندك عاملين عكس بعض. تمام، مع تقدم السن عامل الحرق بيقل، بس في ميزة ان التمدد بيقل بس كمان. وعشان كده هي لازم تبقى منظومة. يعني لازم تبقى دور الجراح كقصة، تبقى القصة مظبوطة ويدعم ده بالأشعة ثلاثية الأبعاد عشان نبقى متأكدين إن القصة مظبوطة وإن الجزء اللي فوق اتشال والجزء اللي تحت اتشال. وبعد كده يبقى فيه منظومة التغذية اللي هو نوعيات الغذاء المظبوطة اللي هي البروتينات والهاي فايبر دايت عشان تحسسنا بالشبع. وبعد كده الاستمرارية. هدف عملية تكميم المعدة هو تغيير الكيميكال اللي جوه دماغنا اكتر من ان احنا نغير عاداتنا الغذائيه. انا عايز اوصل ان انا ما بقتش مغرم بالاكل، انا خدت كفايتي، اني ما اوصلش لحد الشبع. لان انا ممكن اوصل لحد الشبع واكل وارجع ويحصل تمدد في المعده. انا بتكلم على الناس الصغيره. هدف العمليه ان خلاص اتعودت على كميات قليله، فتبدا الكيميكالز عندي في دماغي ان ده بقى اسلوب حياتي. انا باكل لمجرد ان انا اشبع، مش قاعد على السفره عشان اكل لغايه لما الى ما لا نهايه. الحقيقه نحن عندما ننظر للي بيحصل في هذه المنظومه في جامعه عين شمس حاجه تدعو للفخر. كل التحيه للقائمين عليها، كل التحيه لهذا المعنى المهم لكلمه عمل جماعي في كل شيء. هنشوف في منشط كيف يكون العمل الجماعي دائما معك. نورت يا دكتور. شكرا، خليكوا دائما معك.